شايفين مع الوقت بيصير ياكل حاله، بيصير يحرق حاله. تقريبا باخر 2021 بلشنا بوركشوب عملناه عن كيفيه ترميم الافلام واستعمال سوفت وير معين للترميم. الهدف منه لهذا الوركشوب كان نبلش نشتغل على ترميم 12 فيلم، وكنا حاطين فتره سنه انه نقدر نخلصهم. ونيجو سوفون لو تو بور لو تو. بمشروع ترميم افلام جوسلين صعب، اول شيء نعمل كان البحث على الأفلام، البحث على الشرايط الأساسية أو الكوبيات. فكان في قصص جوسلين مخبيتهم ضبطهم عندها، وفي قصص تلاقوا بسينيماتيك بكندا أو بغير دول من العالم. بعدين نعمل سكان لكل هول الشرايط اللي توجدوا، كل الكوبيات اللي توجدوا نعمل لهم سكان، وصار في بعدين مونتاج من كذا كوبي من كذا إليمونت نقدر نركب أحسن فيرسيون ممكن بالشريط الفين. الهدف الأول والأساسي من ترميم الأفلام هو نعيد الفيلم لكيف كان أول مرة نعرض فيها بالسينما. أول ستيبس بالترميم هن عنا هيدا الفريم الأسود. هيدا الفريم الأسود هو اللي بدنا نلحقه مشان ثبات الصورة. إذا منحضر شوي شقفة من الفيديو منلاحظ إنه هيدا الفريم الأسود على كل بيشتغل، بس من زمان لما تعملي كات، لما تقص الشريط وتلزقيه بسكوتش، بعدين تقطعيه بكل ماشين بكل بروجكسيونرز، هيدا السكوتش اللي عم بيقطع عم بينمغط عم بيرتخي بمحل معين، فبتصير الصورة أبعد، بيصير في هيدا الديكالاج والنطة. فأول شيء علي أعمله أنا أنه زبط هيدا الشيء، يعني بس نوصل دايما على آخر الصورة بتصير الفريم يهز يهز يهز، علي أنا ثبته رده على محله. يعني إذا بقارن هلأ هود الصورتين قبل وبعد، بلاحظ أنه خصوصاً عتغيير الكات صار في ثبات أكثر بالصورة بين شو كان قبل على الشمال وشو كان شو صار على اليمين. لما نشتغل color grading بنكون عم نشتغل على مود للصورة، على فيل معين، basically عم نعمل manipulation للصورة. بينما لما نكون عم نشتغل للأرشيف، الهدف الأساسي من الشغل مع الأرشيف إنه نكون truthful وloyal للصورة اللي هي كانت intended تكون من الأشخاص اللي عملوا الفيلم. في مثلاً sequence كاملة ب one of the films كان كلها كتير red dominance، ف it was a bit challenging working with a positive copy to reduce هيدا الريد and make it أكثر unified مع الايمجز اللي قبلها. يعني قد ما بدي أجرب خليها ترجع للأوريجينال anyway ما راح تزبط. ف بالنسبة لي كان إنه أترك شوي منها، بس إنه بنفس الوقت تصير flowing أكثر بالصورة. مضمون الشريط، مضمون الصورة، مضمون الصوت، هيدا ما بيحق لنا أبداً نتعاطى فيه ولا نغيره. في أشخاص عملوا choices من كذا سنة، هول choices نحنا مجبورين نحترمهم، مجبورين نحافظ عليهم. يعني هون وين منبلش إنه it's not ethical to do that. في a code of ethics موجود بال Federation of Film Archive. هي أول condition بالbook اللي هو protect the material. إنه how can you protect this material in اللي عايزة temperature معينة بمكان ما فيه كهرباء. مؤخراً بلبنان عم نشوف موجة جديدة الاهتمام بعدين الفعل بترميم الأفلام. يعني كنا عم نحكي بجورج نصر، جوسلين صعب، برهان علوية أو مخرجين مصريين، أفلام مصريين. كتير ضروري نعرف تاريخنا السينمائي، نعرف شو كنا عم نخبر بهيدي الفترة، شو كنا عم نفكر، شو كنا عم نحلم، كيف كنا نشوف الأبطال بلبنان. وهذا الأفلام مثل ما قلت تصورت بفترة حرب، بفترة تسكرت وكبيناها ورانا ومشينا. هودي الصور ما حدا في كذبهم، ما حدا في يعارضهم، فبيلعبوا دور كتير مهم سياسي، خصوصاً الأفلام الوثائقية بتلعب دور سياسي كتير مهم بأنه تخبر تاريخ لبنان بهيدي الفترة. كفاية